معنا عبد الرحمن من خميس مشيط، تفضل يا عبد الرحمن. الو، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. ما حكم السؤال الاول، ما حكم صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله او يوم بعده؟ طيب، سؤال اخر، شكرا. يسال عن صيام عاشور يوم من قبله ويوم بعده. صوم يوم عاشوراء سنه مؤكده. نعم. ويصام يوم قبله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك مخالفة لليهود، لأن اليهود يصومونه، فأمرنا بمخالفتهم لأن نصوم يوما قبله، وفي رواية أو يوما بعده. فالمهم أنه لا يصومه وحده، هذا يكون ناقصا، فإذا أضاف إليه يوما قبله فقد فعل السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.